عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الدكتور علاء توفيق اللي هيتولى إن شاء الله شرح مقرر مبادئ المحاسبة المالية من فصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 1438. إن شاء الله قبل ما نبدأ شرح المقرر ألفت النظر بس لبعض الأشياء. أول شيء إن شاء الله في بعض الأسئلة دائما بتتكرر، إيه الكتاب اللي لو أنت رغبت تعتمد عليه في المذاكرة تستعين به؟ أي كتاب يتوافر لديك عنوانه مبادئ المحاسبة المالية يؤدي الغرض. ليه؟ لأن مقرر مبادئ المحاسبة المالية المواضيع اللي بتدرس فيه ثابتة لا تتغير من عام إلى آخر، ولا من جامعة إلى أخرى، ولا من بلد لأخرى، وبالتالي أي كتاب عنوانه مبادئ المحاسبة المالية هو يفي بهذا الغرض، وبالتالي تستطيع أنك تتابعني من خلاله أو تذاكر من خلاله بالاستعانة بالمحاضرات اللي بيتم تسجيلها اللي هي اللقاءات الحية. طيب أنا أذاكر إزاي؟ يعني المقرر لما أحب أذاكره أذاكره إزاي؟ قدامك أو أمامك وسيلتين رئيسيتين هقولهم بترتيب تنفيذهم. أول شيء تعتمد عليه اللقاءات الحية إن شاء الله اللي هتتم من خلالي. طب المصدر الثاني المحاضرات المسجلة على موقع العمادة. ليه بقول لك ابدأ باللقاءات الحية؟ لأنها هتدي لك مش ملخص على الموضوع، هتدي لك خلفية عن الموضوع الأول، وبالتالي أقدر أنا لما أسمع اللقاء المحاضرة المسجلة على موقع العمادة تثبت المعلومة في ذهني أكتر، تثبت المعلومة في ذهني أكتر. يبقى المصدر الأولاني في المذاكرة إن شاء الله اللقاءات الحية. المصدر الثاني اللقاءات المسجلة. بعد ذلك بقى إذا رغبت أن تستعين بكتاب زي ما اتفقنا في بداية الكلام، أي كتاب عنوانه مبادئ المحاسبة المالية يفي بهذا الغرض بصرف النظر عن مين مؤلف الكتاب. ولكن رغاء ما تعتمدش على المحاضرات المسجلة على اليوتيوب. ليه؟ أحيانا بيكون عليها أخطاء علمية، وأحيانا بيبقى بيشرح الموضوع بطريقته هو اللي مسجل الفيديو، ولكن اللقاء الحي هيساعدك
في انك بتقرب للي جوه ذهني، لان انا في النهايه اللي هضع الاختبار. وبالتالي وانا شغال بشرح لك في المقرر زي ما هنشوفه محاضره اليوم ان شاء الله، هلفت نظرك الجزئيه اللي بنتحدث عليها الان دي، او الجزء اللي خدناه في المقرر هنسال عليه ازاي في الاختبار. اذا اللقاءات الحيه من الاشياء المهمه جدا بالنسبه لك. اخر شيء، طب وصلت الاتصال ما بيننا غير اللقاءات الحيه؟ هنشئ لك النهارده ان شاء الله بعد ما انهي المحاضره على موقع العماده منتديين. منتديين مش منتدى واحد. المنتدى الاولاني هيبقى عنوانه المنتدى العام. ده هنستخدمه في ايه؟ ان انا بعد ما اخلص المحاضره هرفع لك المحاضره على المنتدى العام. ولما هرفع لك المحاضره على المنتدى العام هرفعها لك بي دي اف. تقدر بقى انت تنزلها على الموبايل. تقدر تنزلها على جهاز الحاسب الالي عندك. تقدر تطبعها ورقيه وتذاكر منها. الشيء الثاني في المنتديات العامه ان احنا في نهايه كل اسبوع هسال سؤال شبيه بالتكليف الذاتي. المفروض ان احنا او انت بتجاوب لي على السؤال ده، وده بيعتبر جزء من المقرر. طب هتقول لي زي ايه؟ مثلا لو جيت انا اخترت مثلا موضوع الاسبوع الاول دور المحاسبه في تنميه المجتمع، او اهميه المحاسبه في المجتمع، فالمفروض انك انت من خلال لقاءاتي الحيه ومن خلال المحاضرات المسجله او من خلال كتاب انت بتقراه بتقدر تتفاعل معايا وتجاوب لي ايه اهميه المحاسبه في المجتمع، وده بيعتبر جزء من المقرر، يعني ممكن اسالك فيه في الاختبار. المنتدى الثاني بقى وده الاكثر اهميه هيبقى عنوانه منتدى الاسئله والمناقشات. الاسئله والمناقشات. طب المنتدى الثاني ده ايه فائدته؟ انا بعد ما اخلص اللقاء الحي ممكن في نقطه مبهمه بالنسبه لك او سؤال انت عاوز تسالني عليه، اكتب السؤال على المنتدى بتاع المناقشه وانا هجاوب لك عليه. فمثلا لما نبدا الجزء بتاع التمارين، مثلا قيمه انت مش عارف هي جايه منين، مش عارف هنحسبها ازاي، اكتب السؤال على المنتدى العام بتاع المناقشه هجاوب لك. بس طبعا ما تبقاش انت بقى او احد حضراتكم يبقى مهمل وبيحضر مثلا من المحاضره الثابته ويقول لا مش عارف احل التمرين فحلهولي، ما ينفعش سؤال. السؤال معناه ايه؟ ان هي نقطه مبهمه في حل سؤال. دي هجاوب لك عليه، هجاوب عليه. ليه يا شباب بقول لكم الاشياء الصغيره دي؟ لان المفروض المحاضرات عددهم 12 محاضره بما فيهم محاضره اليوم ان شاء الله. كل محاضره وقتها ساعه الا ربع. وبالتالي ممكن وانا بتكلم ببطأ شويه، بسرع شويه، فلو في شيء في اللي انا سرعت فيه في مفهوم، زي لما اجي اقول لك مثلا معنى الاصول وبعطي لك امثله، فانت في مثال انت متلخبط فيه اكتب لي على المنتدى الاسئله والمناقشه هجاوب لك عليها ان شاء الله. يبقى المصدر الاولاني في مذاكرتك اللقاءات الحيه، المصدر الثاني اللقاءات المسجله على موقع العماده، المصدر الثالث لو حبيت تسالني على اي سؤال خلال فتره دراستي لحد ان شاء الله يوم الاختبار النهائي بتكتب لي
السؤال وانا بجاوب لك عليه مع مراعاة مش عاوزكم تخافوا من المقرر على اساس ان مش تخصصكم هذا. زمايلكم في الفصل الدراسي السابق الحمد لله النتيجة كانت 90% مع مراعاة شيء انا بضع الاختبار بس ان شاء الله بصحح. الاختبار يتم تصحيحه الكترونيا وبالتالي ال 90% دي مش مجهودي انا لوحدي، هي مجهودي ومجهود الشباب وهما بيذاكروا. اخر نقطه خالص قبل ما ابدا المقرر نصيحه اخويه، مقرر المحاسبه غير اي مقرر تاني، بمعنى المحاضرات تراكميه. يعني ايه تراكميه؟ عشان افهم المحاضرة الثانية لازم اكون سمعت الاولى، عشان افهم الثالثة لازم اكون سمعت الثانية والاولى. اذا انا لو فقدت محاضرة من المحاضرات هتبقى في مشكلة بالنسبة لي. ايه هي المشكلة؟ هتبقى في مشكلة بالنسبة لي. ايه هي المشكلة؟ ان في جزء من المقرر انا ما فهمتوش فمش هقدر استوعب بقية المقرر. خلاص شباب نبدأ بقى، نبدأ ان شاء الله المقرر. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم يا شباب في بدايتنا في المقرر عاوزين نتعرف على خمس محاور او خمس نقاط. اول نقطة ايه دور مهنة المحاسبة في بيئة الاعمال؟ بيئة الاعمال يعني البلد اللي احنا بنطبق فيها المحاسبة زي المملكة. ثاني شيء ايه هو مفهوم كلمة المحاسبة؟ يعني لو انت غدا ان شاء الله احد الشباب زمايلك في العمل او احد الاقارب لك قال لك انت سجلت مقرر ايه؟ وابتديت فيه، فقلت له مقرر محاسبه، فقال لك يعني ايه المحاسبه؟ هترد عليه تقول له ايه؟ النقطه الثالثه عاوزين نعرف يعني ايه كلمه النظام المحاسبي؟ وهل كلمه النظام المحاسبي بتختلف عن كلمه المحاسبه؟ النقطه الرابعه اي مهنه في المجتمع زي مهنه الطب، زي مهنه المحاماه، وبالتالي مهنة المحاسبة نشأت نتيجة الحاجة إليه. يعني في أطراف بتستفيد منها، في أطراف إحنا كمحاسبين بنستخدمهم في بنخدمهم في المجتمع. طب مين الأطراف اللي إحنا بنخدمها في المجتمع؟ أو بمعنى تاني مين الأطراف اللي بتستفيد من مهنة المحاسبة في المجتمع؟ اخر نقطة خالص، هل المحاسبة نوع واحد ولا هي انواع؟ لا هي فروع من المحاسبات. طب ايه هي فروع المحاسبات يعني مسمياتها؟ لما نبدأ لأول نقطة اللي هي دور مهنة المحاسبة في المجتمع. يعني لو حضرتك ان شاء الله بعد ما تتخرج انت اتعينت في شركة، اتعينت في ديوان المراقبة العامة، اتعينت في مصلحة الزكاة والدخل كمحاسب، انت وظيفتك ايه في المجتمع او وظيفتك ايه في الجهة اللي انت بتشتغل فيها؟ اول شيء بتبقى في عمليات وانشطة بتتم او بتحدث في بيئة الاعمال. هتقولي زي ايه؟ محل مثلا زي العسيم او بندا. عمليات البيع والشراء بتاع البضاعة دي بنقول عملية نطقتها عملية بحركة لا ارادية. شراء وبيع البضاعة مع الزباين ده بنقول عليه عمليات بتتم في شركة زي شركة العسيم او بندا. شركة اتصالات بيع وشراء
خطوط الاتصالات والانترنت دي انشطه بتتم في شركه اتصالات. اذا في بيئه الاعمال، في بيئه الاعمال هناك العديد من الانشطه بتتم. احنا كمحاسبين بناخد الاعمال دي ونسجلها في الدفاتر. هتقول لي يعني ايه بنسجلها في الدفاتر؟ زي بالظبط لما انت تعمل نوتس او دفتر خاص بيك بتسجل فيه الاحداث اليوميه اللي بتتم، اللي انت بتعملها. بذهب الى الشغل، بخرج الساعه كذا، صرفت كذا، قبضت المرتب، الى خلافه. طب احنا بنسجل الاعمال او الانشطه اللي بتتم في بيئه الاعمال دي ليه؟ يعني ليه المحاسب في اي شركه بيسجل اللي حصل في دفتر؟ عشان في نهايه الفتره يوفر معلومات عن الشركه. هتقول لي يعني ايه يوفر معلومات عن الشركه؟ مثلا انت لو صاحب شركه فانت ضروري تعرف في نهايه مثلا كل شهر اجمالي مصروفات الشركه، عاوز تعرف اجمالي ايرادات الشركه، ايه الديون اللي على الشركه. دي كلها معلومات بيوفرها المحاسب، بس بيوفرها منين؟ من واقع دفتر هو بيسجل فيه. طيب اذا المحاسب وظيفته في الشركه ان هو يوفر معلومات ليه؟ عشان في طرف تاني هياخد المعلومه دي ويتخذ بيها قرار. هتقولي زي ايه؟ اقول لك مصلحه الزكاه والدخل في المملكه. كل شركه عامله في المملكه في نهايه السنه بتدفع الزكاة المفروضة عليها والضريبة المفروضة عليها لمصلحة الزكاة والدخل. عشان الشركة تحسب مقدار الزكاة أو مقدار الضريبة لازم المحاسب بتاع الشركة يحسب مقدار صافي أرباح خلال السنة. صافي الربح دي معلومة هيوفرها المحاسب عشان مصلحة الزكاة والدخل بناء عليها تبتدي تحسب الضريبة المستحقة أو الزكاة المستحقة على الشركة. إذا لما أنت تحب تلخص دور مهنة المحاسبة في أي بلد بتقول هي توفير معلومات عن الجهة اللي أنا شغال فيها. الجهة دي قد تكون شركة، الجهة دي قد تكون مؤسسة حكومية زي جامعة الإمام مثلا، الجهة دي قد تكون مملكة بصفة عامة زي انك بتقول احنا هنعد الموازنة العامة بتاع المملكة. اللي بيعد الموازنة هم محاسبين اللي فيها برضو إيرادات ونفقات المملكة. طيب لو حد قال لك يعني ايه كلمة المحاسبة؟ يعني ايه كلمة المحاسبة؟ قول له ببساطة شديدة هي المحاسبة نظام. طب النظام ده بيعمل ايه؟ بيحدد العمليات اللي بتتم داخل الشركة وبيسجلها في الدفتر بطريقة ما وبيوصل معلومات عن الشركة، بس بشرط المعلومات دي عشان تكون مفيدة للي هيستخدمها يجب أن يتوافر فيها ثلاث خطأ أو صفات، وهي الملائمة وإمكانية الاعتماد عليها وإمكانية المقارنة. إذا توفرت في المعلومات المحاسبية الثلاث صفات دولت
يقدر مستخدمي المعلومات المحاسبية اللي هي زي مصلحة الزكاة والدخل تعتمد عليها في اتخاذ القرارات اللي هو زي حساب مقدار الضريبة أو الزكاة المستحقة على الشركة. ولكن يعني إيه المعلومة ملائمة؟ زي بالظبط واحد من حضراتكم يكتب لي دلوقتي مثلا على الشات مثلا ما هو مقرر ما هو مكون او مكونات مقرر المحاسبه، فبقول له الفصل الاول يتحدث عن كذا، والفصل الثاني يتحدث عن كذا، والفصل الثالث يتحدث عن كذا. ما ينفعش يبقى الطالب بيسالني على مكونات مقرر محاسبه وانا وصلت له مقررات او مكونات مقرر الاقتصاد، او لما اجي اقول لك والله انا مكاني في الرياض، طب اذهب لمكه ازاي بالسياره؟ ما ينفعش توصف لي طريق الرياض المدينه، الرياض الدمام. اذا المعلومه المقصود تكون ملائمه يبقى ملائمه لاتخاذ القرار. طب امكانيه الاعتماد عليها يعني تكون دقيقه او صحيحه او خاليه من الاخطاء. طب إمكانية المقارنة إنك توفر معلومات عن الشركات بطريقة تمكن الأفراد من المقارنة بين الشركات. هتقولي زي إيه؟ لو أنا معايا 1000 ريال وعاوز استثمرهم في سوق الأوراق المالية السعودي، يعني أشتري أسهم، فلازم اقارن بين الشركات واختار الشركه اللي صافي ربحها اعلى. فقارن مثلا من شركه المراعي وشركه اتصالات وشركه موبايل، والشركه اللي الاقي صافي ربحها اعلى استثمر فلوسي فيها. في الحاله دي بنقول ان انا بقارن بين صافي الربح في الشركه الف وصافي الربح في الشركه ب وصافي الربح في الشركه ج، واتخذ القرار بناء على عملية المقارنة. لو لاحظتم في الشريحة اللي قدامكم أنا قلت معنى الملائمة، قلت معنى إمكانية الاعتماد عليه، قلت معنى إمكانية المقارنة. طب أنا ما تطرقتش ليه لمعنى كلمة التحديد والتسجيل والتوصيل؟ لأن الخمس كلمات دول هم دوت المقرر بتاعنا. يعني احنا هنعلمك ازاي تحدد العمليات اللي بتتم في الشركه، ازاي تسجلها جوه الدفاتر، ازاي في نهايه الفتره تعد قوائم ماليه او تقارير ماليه عن الشركه بحيث الاطراف الاخرى تستخدمها. طيب اذا كان ده مفهوم واهداف المحاسبه، طب احنا كمحاسبين بنوفر معلومات لمين؟ او بمعنى تاني ايه هي الاطراف المستفيدة من مهنة المحاسبة؟ اي كتاب تفتحه في مبادئ المحاسبة يقول لك الاطراف المستفيدة من مهنة المحاسبة هم نوعين او مجموعتين من الاطراف، المستخدمين الداخليين والمستخدمين الخارجيين. طب الداخل والخارج بالنسبة لمين؟ أكيد بالنسبة للشركة. يعني مين من داخل الشركة محتاج معلومة محاسبية أنا أوفرها له؟ المستخدمين الخارجيين. طب مين من خارج الشركة محتاج معلومات محاسبية عن الشركة أنا محتاج أوفرها له؟ وبالتالي لما تيجي تتكلم على المستخدمين الداخليين، أول ناس بتحتاج معلومات عن الشركة أصحابها الملاك. هتقولي طيب المعلومات دي زي إيه؟ كل صاحب شركة أو أصحاب شركة بيحتاجوا دايما بصفة مستمرة
معلومات عن ايرادات الشركه، مصروفاتها، صافي ربحها، اجمالي ممتلكاتها، اجمالي الديون اللي عليها. طب هل حد تاني من داخل الشركه ممكن يحتاج معلومات من المحاسب؟ اه، المدير بتاع الشركه او الناس اللي بتدير الشركه، لان مش دايما الملاك هم اللي بيديروا. طب هتقول لي المدير بتاع الشركه او الاداره العليا هيحتاج معلومات من المحاسب زي ايه؟ زي مثلا لو انت شركه صناعيه، يعني بصنع مثلا زي المراعي، علبه العصير عشان نحدد سعرها لازم اعرف انا كمدير مكلفاني كام. ما اقدرش احدد السعر قبل ما اعرف التكلفه، وبالتالي حساب التكلفه دي شغله المحاسب بتاع الشركه. الموظفين برضه من الاطراف اللي بيحتاجوا معلومات عن الشركه. طب الاطراف اللي من خارج الشركه، زي المثال اللي انا قلته لك، مصلحه الزكاه والدخل، دي اطراف محتاجه معلومات من المحاسب عن الشركه بس هم خارج الشركه. ديوان المراقبه العامه من خارج الشركه، البنوك من خارج الشركه، العملاء اللي هم الناس اللي بيتعاملوا مع الشركه بيحتاجوا برضه معلومات عن الشركه عشان يقيموا اداء الشركه. اذا الاطراف المستفيده من مهنه المحاسبه قد تكون من داخل الشركه وقد تكون من خارج الشركه. دايما في سوء مش فهم او في لخبطه دايما بين الطلاب لما تقول له كلمه المحاسبه ولما تقول له كلمه النظام المحاسبي. عشان بس اقرب لك معنى الكلمتين الاول، لما اجي اقول لك ايه، انت في يدك جوال دلوقتي، الجوال اللي في يدك ده هو نظام هدفه ايه؟ تقول لي استقبل مكالمات وارسل مكالمات واشغل النت. اذا ده الموبايل. انما لما اجي اقول لك هو بيشتغل بنظام ايه؟ هنا بقى هنختلف. هل هو نظام اندرويد ولا مثلا ايفون؟ اذا نظام التشغيل حاجة، والمفهوم بتاع المسمى حاجة تانية. فلما نقول كلمة المحاسبة نقول اه هو نظام للمعلومات، بيوفر معلومات للأطراف المستفيدة منه. إنما لما أجي أقول لك النظام المحاسبي ده شيء تاني. زي بالظبط لما أجي أقول لك إيه؟ النظام بتاع التكييف، تقول لي في تبريد وفي تسخين، او في حار وفي بارد. انما لما اجي اقول لك هو ازاي بيشتغل، ده موضوع تاني. هتقول لي في وحدتين، وحده داخليه مثلا وحده خارجيه، او الوحدتين مع بعض في صندوق واحد. طب لما نطبق الكلام ده على المحاسبه واجي اقول لك النظام المحاسبي اللي هو المفروض المقرب بتاعنا بقى، فبنقول هي الاجراءات والترتيبات اللي هي الخطوات، يعني الخاصه بحصر، حصر يعني جمع، بتجمع حاجه، وقياس. قياس في المحاسبه يعني انت بتحسب قيمه الحاجه. يعني لما اجي اقول لك احنا ايه، كم موظف عندنا، تقول لي 5، يبقى انت حصلتهم. انما لما اجي اقول لك مرتباتهم الشهريه كام، تقول لي مثلا 5000 ريال، يبقى انت كده قست لي قيمه المرتب. طب بعد ما حصرنا وقسنا هنسجل في الدفاتر، هنبوب الدفاتر يعني نقسمها بطريقه ما، هنحلل العمليات اللي تمت في الشركه بطريقه ما. طب عشان اوصل لايه في الاخر خالص؟ ان انا اراقب على الشركه
ووفر معلومات لاتخاذ القرارات. وبالتالي في بعض الكتب لما تيجي تعبر عن الثلاث سطور اللي انا قلتهم نظري دولت، تقول لك والله النظام محاسبي ممكن نشبهه بنظام حاسب آلي، له مدخلات وله مخرجات وفي عملية معالجة بتتم اللي هي تحويل المدخلات إلى مخرجات. طب المدخلات بتاع النظام المحاسبي العمليات والأحداث اللي تمت داخل الشركة. هتقولي زي إيه؟ شراء بضاعة، بيع بضاعة، سداد مرتبات، سداد إيجار الشركة، دفع مصاريف الإنارة، دفع مصاريف انتقالات إلى خلافه. دي كلها عمليات بتتم داخل الشركة. طب المخرجات، لما أجي أقول لحضرتك أنا عاوز معلومات عن مدينة الرياض، عشان توفر لي معلومات عن مدينة الرياض تقول لي هكتب لك تقرير، فتقول لي مثلا هي مدينة بتتكون من جزء شمالي وجزء شرقي وجزء غربي وجزء جنوبي، وتبتدي توصف بقى في كل جزء من الأجزاء دي اللي موجود جواها. احنا في المحاسبة المعلومة لما بنوفرها بنوفرها في صورة تقرير عن الشركة، فبنقول ان احنا بنعد التقارير والقوائم المالية الخاصة بالشركة. بس في قوائم مالية بتوجه للأطراف الداخلية وفي تقارير وقوائم مالية بتوجه للأطراف الخارجية. اذا المدخلات العمليات والأنشطة اللي بتتم في الشركة، المخرجات التقارير والقوائم المالية اللي هنعرض عنها معلومات اللي هنعرض جواها معلومات عن الشركة. طب المعالجة، ده المقرر بتاعنا، بمعنى هنعلمك ازاي في خلال المقرر ده انك تحدد العملية، ازاي تسجلها في الدفاتر، ازاي تعد القوائم المالية عن اي شركة في الحالة العملية. اذا عملية المعالجة هو ده المقرر بتاعنا، ده الكورس اللي احنا هندرسه. طيب عشان المحاسبة بتوفر معلومات لأطراف مختلفة تعددت فروع المحاسبات، تعددت فروع المحاسبات، بمعنى بقى عندي في انواع مختلفه من المحاسبات. فمثلا في نوع من انواع المحاسبات بيطلق عليه المحاسبه الماليه اللي انت بتدرسه الان اللي هو المقرر بتاعنا. الهدف من النوع ده من المحاسبه انك بتعد تقارير مالية عن الشركة. تقارير مالية معناها ايه بقى؟ جدول هعمله احط جواه معلومات، اعبيه في معلومات. التقارير المالية دي هيستخدمها الاطراف الخارجية من الشركة. طب النوع الثاني بنقول عليه محاسبة التكاليف، برضو بنعد قوائم عن الشركة او تقارير عن الشركة. بس ليه؟ عشان نعطيها للإدارة تستخدمها في التخطيط والرقابة بتاع الأنشطة بتاعتها اللي هي العمليات اللي بتتم جواها، سواء كانت عمليات انتاجية او تسويقية او ادارية. خلي بالك عمري ما هاجي اقول لك في اختبار عرف المحاسبة المالية، عمري ما هقول لك في اختبار عرف محاسبة التكاليف. امال هنسأل ازاي؟ حاجة اقول لك كده في صح وخطأ. مثلا تهدف المحاسبة المالية الى
توفير معلومات للتخطيط والرقابة للأنشطة. تقول لي العبارة خطأ، لأن المحاسبة المالية بتهدف إلى إعداد تقارير أو قوائم مالية للمستفيدين الخارجيين. أو أجي أقول لك صح وخطأ، إن المحاسبة المالية بتهدف إلى توفير معلومات للأطراف الداخلية. تقول لي عبارة خطأ، لأن المحاسبة المالية بتوفر معلومات للأطراف الخارجية. قال الشباب طيب، في أنواع تانية من المحاسبات موجودة؟ عندي نوع من المحاسبة اسمه المحاسبة الإدارية، ده بيعتبر امتداد لمحاسبة التكاليف، يعني ده نوع جواه. طب المحاسبة الإدارية بتعمل ايه؟ برضو بتوفر معلومات للإدارة، ولكن بتستخدمها الإدارة في التخطيط والرقابة وتقييم الأداء واتخاذ القرارات. محاسبة التكاليف بتدرس في المستوى القادم إن شاء الله للشباب تخصص محاسبة تقريبا. المحاسبة الإدارية تقريبا على كل التخصصات، يعني دي لسه هتدرسها في مستويات إن شاء الله ممكن تكون متقدمة. طيب، في نوع تاني من المحاسبات اسمه المحاسبة الحكومية. إيه المحاسبة الحكومية؟ المحاسبة اللي هتطبق في المؤسسات المملوكة للمملكة، يعني جامعة الإمام عندها إيرادات ومصروفات، عاوزين محاسب يسجلها، يبقى بيسجلها طبقا لإجراءات المحاسبة الحكومية. إذا المحاسبة الحكومية دي المحاسبة اللي بتطبق في الجهات أو الوحدات الحكومية أو المؤسسات الحكومية اللي هي مملوكة للمملكة. طيب، في أنواع تانية من المحاسبة؟ المحاسبة الضريبية. إيه المحاسبة الضريبية؟ أنا عندي في المملكة مصلحة الزكاة والدخل، إزاي نحسب مقدار الضريبة اللي هو وعاء الضريبة على شركة زي شركة الصلاة أو شركة موبايل أو شركة زين أو شركة المراعي؟ دي لها إجراءات خاصة بها، فبنقول عليها المحاسبة الضريبية. وآخر تقريبا فرع أساسي في المحاسبات بنقول عليه المراجعة. ايه المراجعة؟ انك بتراجع القوائم المالية او التقارير المالية اللي بتعدها الشركة من اجل التأكد من صحتها. والفرع ده بيدرسوا ما يتخصص محاسبة. طبعا المصطلحات اللغة الإنجليزية مش معانا، اللي بيسأل مصطلحات اللغة الإنجليزية ما تستعجلوش يا شباب، والله أنا هتلاقيني بقول لك إيه اللي معانا وإيه اللي مش معانا، بس في الغالب المحاضرات الحية ما بلغيش منها حاجة، تمام؟ إنما ممكن تلاقيني بقول لك السؤال بيجي إزاي. الشباب الاثنين او الثلاثة اللي بيتكلموا على الصوت دي مشكلة تقنية، اتواصل مع العمادة عشان تحلها، تمام؟ طيب، هو الجزء اللي احنا خدناه ده لو حبيت اسأل عليه في الاختبار، احد الاسئلة ممكن تيجي ازاي؟ ممكن اقول لك مثلا زي السؤال الاول كده، انت عندك فئات من 1 لـ 8، حدد لي ايه الفئات او الفئة اللي محتاجة معلومات محاسبية. فهتلاقيهم الـ 8 محتاجين معلومات محاسبية، بس انا عاوز
اثبت معاك بعض المفاهيم، اثبت معاك بعض المفاهيم. ملاك المشروع عارفينهم، اصحاب المشروع بيحتاجوا معلومات محاسبيه، المقرضين اللي هم زي البنك محتاج معلومات محاسبيه، طب الموردين والعملاء، لو الجوال اللي في يدك شريحة اتصالات فانت بتقول انا عميل شركة اتصالات، انا عميل شركة موبايلي، انا عميل شركة زين، يبقى العملاء الناس اللي احنا بنبيع لهم المنتج او بنديلهم الخدمة بتاعتنا. طب الموردين، الاطراف اللي الشركة بتشتري منهم البضاعة عشان مثلا ترجع تبيعها لك. يعني انت لما تخش على محل زي العسيم فانت بتقول انا عميل العسيم. طب هو العسيم ده شغل بضاعه من مين؟ اسمه بقى المورد. الموردين عاوزين معلومات عن الشركه، العملاء عاوزين معلومات عن الشركه، الجهات الحكوميه عاوزه معلومات عن الشركه زي ديوان المراقبه العامه، المحللين الماليين والمستثمرين والمجتمع ككل، الفئات دي كلها محتاجه معلومات عن المجتمع. والسؤال التالي يهمني، لو انا جيت لك في الاختبار وقلت لك اللي عاوز بقى يكتب شات يكتب بقى، وقلت لحضرتك هم الملاك اطراف داخليه ولا خارجيه، اكتب لي، هتختار ايه؟ بس لما اجي اقول لك العملاء اطراف داخليه ولا خارجيه، خارجي، الله يفتح عليكم. انما لما اجي اقول لك المستثمرين، خلي بالك كلمه المستثمرين غير الملاك، المستثمرين الناس اللي بتتعامل في سوق الاوراق الماليه اللي هم من خارج الشركه اللي هو بنسميه في المملكه تداول. فلما اجي اقول لك المستثمرين يبقى اطراف خارجيه، انما لما اجي اقول لك الملاك يبقى اطراف داخليه. طب لما اجي اقول لك الهيئه السعوديه للمحاسبين، خارجيه ولا داخليه؟ خارجيه. بس هو طريقه الجزء ده الاسئله فيه بالمنظر ده. قبل ما انهي اللقاء معاكم بس نصيحه صغيره يا شباب، لو سمحتوا، زي ما اتفقنا بقى الشرايح هنزلها بعد انتهاء المحاضرة المباشرة. نصيحة صغيرة، المحاضرة القادمة مهمة جدا، يا انت فهمتها وهتعرف تمشي في المقرر، يا للأسف لو ما سمعتهاش مننا صعب انك تقراها من الكتاب وتفهمها لحالك. صعب انك تقراها من كتاب وتقراها لحالك، لازم واحد يفهمها لك بالعاميه زي ما انا قاعد بتكلم كده ويعطي لك امثله. تمام؟ يعني لما اجي اقول لك الخصوم، لو انت خدتها بالمعنى الشرعي والقانوني حاجة تانية غير المحاسبة خالص. خلاص؟ ان ربنا احيانا لحد اجازة الربيع هيبقى لقاءنا ان شاء الله كل يوم اثنين. ان ربنا احيانا بعد اجازة الربيع ان شاء الله هناخد مرتين في الاسبوع. ما تقلقش على المواعيد لان انا حاجز المرتين. يعني هو تقريبا الاثنين والاربع، الاثنين والخميس، بس انا حاجزهم فمحدش هيعرف ياخدهم خلاص بالنسبه لي. تمام؟ زي ما اتفقنا بعد ما اخلص المحاضره عشان الشباب اللي انضم بعد بدايه المحاضره، بعد ما اخلص المحاضره ان شاء الله دلوقتي معاكم هرفع الشرائح دي على المنتدى العام. تمام؟ و
المنتدى بتاع الاسئله والمناقشه لاي حاجه هتدور في ذهنك ان شاء الله، سواء في المحاضره الحاليه او المحاضرات القادمه. ونلقاكم ان شاء الله يوم الاثنين القادم.